اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة المطبخ بتاعنا متنوع. مطبخ من المطابخ الغربية، مطبخ مشهور، المطبخ المكسيكي. بعض المطاعم هنا بتتفتح في مصر يقول لك مطبخ مكسيكي وأكل مكسيكي. عايزك قبل ما تفوتي أو تروحي على المطعم تعرفي إيه هي الأكلة اللي هتاكليها، يعني بتفاصيلها ايه. لما نيجي لتفاصيل الاكله هي اللي موجوده في مطبخنا، اذا كانت المكرونه واحد ولا اللحمه المفرومه واحد ولا الجبنه ولا الطماطم، كله من خير ارضنا. ولكن الفكر الطهوي والثقافه الطهويه وثقافه كل بلد هي اللي بتختلف وبتغير نوع الاكله او شكلها. تعالوا مع بعض النهارده نعمل التاكو المكسيكي. هخليكي تعمليه بالعيش البلدي بتاعنا او العيش الشامي، وخليكي تشتري كيس قد كده فيه 10 لقم من التورتيلا المكسيكي، غالي جدا. انا بعد ما جبته زعلت قوي على فكره، ولكن فكره انك تعمليه بالعيش الشامي هيبقى احلى بكتير من الخبز المكسيكي. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. التاكو المكسيكي اللي بتحشي لحمه مفرومه مع ذره صفراء مع بيض مع افوكادو زي ما انت عايز. هي الفكره كلها نعمل التاكو المكسيكي ازاي بحشوات مختلفه. معانا طبق مكرونه المفضل ليا، مكرونه. هنتغدى النهارده يا حبيبي، هنتعشى النهارده مكرونه بالجبنه الفيتا والطماطم. دي يعني انا بحب اعملها بمزاج، مكرونه بالطماطم والجبنه الفيتا، الجبنه اللي هي قليله الملح او ملح قليل. هنشوف نعملها مع بعض ازاي، تعملها بينا، تعملها سباكيتي، تفاصيلها بسيطه وسهله. معانا الايس كريم النهارده المفاجاه، ولما نقول حقوق الطبع لدينا وبس مش من فراغ، الخبره الطهويه بتلعب دورها هنا. هنعمل الايس كريم بالجزر، اوعى وشك. جزر هنعمله ازاي؟ ايس كريم اكيد فيه تفاصيل، زيه زي المانجا، سهلت عليك الموضوع اهوت. بس المانجا طبعا مستويه على الشجره ونازله حاجه لطيفه وجميله. الجزر هنا هيتسلق، وبعد ما يتسلق يخش عمليه تبريد، يطلع معاك بوريه لطيف وزي الفل تعمليه ايس كريم. هي دي الفكره، سهلت عليك الموضوع. اسمحوا لي اطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل هنشوف معلومه غير معلومه، افكار بسيطه وسهله او هتروحوا بعيد. تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بدايتنا هتكون طبعا مع طبق مكرونة لطيف وجميل. شخصيا فيه قيمة غذائية عالية جدا، بيساعد على هضم المكونات بتاعته، مفيش مشاكل من ناحية القولون. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي. مكرونة بينا وطماطم طازة، مش هنعمل عصير طماطم ولا حاجه، طماطم طازه معانا. ومعانا بقدونس، ومعانا كمان شويه زعتر، وزيت زيتون وفصين ثوم. وزيت زيتون وفصين ثوم. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. والجبنه الفيتا معانا بسيطه وسهله. انا هعمل خلطه دلوقتي مع حضراتكم كده سريعا لطبق المكرونه ده كده واحنا شغالين مع بعض. حلو قوي. اول حاجه بنقطع الطماطم. والله الدنيا حلوه تشتري الطماطم الشيري الصغيره، ولكن انا مش بحبها، بحب الطماطم الطازه الحلوه دي كده. في طماطم صغيره شيري كده اهي، الطماطم بتقطع مكعبات كده بيبقى طعمها احلى بكتير. حبه تسلقيها او تحطيها في ميه مغليه وتقشريها، اهلا وسهلا. انا بقول لك على افكار، ولكن برضو انا بحب الطماطم كده اهو، تقطع مكعبات، بسهل عليك الموضوع. خرجنا من جو الموزاريلا والشيدر او الجبنه الكريمي، جبنه كده لطيفه حلوه بنجيبها، معروفه اسمها جبنه فيتا. هنجيب الجبنه دي معانا، ومعانا الطماطم بنقطعها مكعبات، بنعمل لها الخلطه الحلوه اللي انا هعملها دلوقتي. ومعايا ميه بتغلي على النار، هنسلق المكرونه دي تلات ارباع سوا. ادي الطماطم بالشكل ده كده، دول مش كفاية لأن طبعا طعم الجبنة عايزه هنا يبقى ظاهر. وتختار الطماطم الحلوة الطازة اللي بالشكل ده كده، بنحط الطماطم هنا. الله، ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده. بنحط عليها عود روزماري كمان واحد، ده روزماري على الطماطم يديها طعم حلو. دي الاكلات بقى السريعه السهله كده اللي انت واقفه في المطبخ بتتدلعي اخر الاسبوع وعايز تعملي حاجه حلوه. ده زعتر، شويه الملح الصغيرين،
شويه الفلفل على الطماطم، تبلت الطماطم انا كده لغايه دلوقتي. سنه بابريكا حلوه عشان تدي شويه ايه سبايسي. دي الطماطم كانك بتعملها سلطه. فص ثوم عليها برضو كانك بتعملها سلطه. هنحط زيت الزيتون ونقلب الخلطه دي كلها مع بعضها. هي كده سلطه من الاخر. حلو الكلام. قلبناها. بعد التقليبه الحلوه دي كده، الله حلوه قوي، سهله دي يا شيف. يعني ممكن اعمل سلطه الطماطم ادخلها على طبق مكرونه، ممكن. دي بساطه، سهوله، مرونه. ادي السلطه بتاعتي اهي. زيت زيتون تاني، بس ما تحطيش ليمون. زيت زيتون وزعتر. احنا ميعاد البرنامج بتاعنا الساعة 1 على القناة الأولى والفضائية المصرية في كل أنحاء العالم، احنا متشافين عشان في بعض الحبايب طبعا بيفتحوا التلفزيون يتابعوا البرنامج يتفاجئ إن أنا بقول إيه مثلا ليمون، يقول لك إزاي نحط ليمون على الجبنة والمكرونة وأقاويل. أنا بس بشرح كده علشان نبقى فاهمين الإيه الحكاية ماشية إزاي. حلو الكلام. آدي الكاسرولة بتاعتي، عندي الجبنة الفيتا، بسم الله الرحمن الرحيم أهيت. في منها طبعا السليم وفي منها المهروس كده. بناخد الطماطم دي نسقطها كده ونقلبها. هندخلها الفرن على فكره. ما تستعجليش على رزقك الله يرضى عليك. ما تقوليش الشيف بيعمل ايه. ناخد بقيه الجبنه. نعم ابن حلال تنفع. بيقول لي تنفع تتعمل بالجبنه القريش. شفت ازاي المخرج الشاطر بتاعنا؟ جبنه قريش تبقى زي الفل. ندوب الطماطم مع الجبنه والجبنه مع الطماطم وهندخلها الفرن. الطماطم دي تتشوي بقى مع الجبنه ونيجي نهرسها بعد كده. هتلاقي الطماطم دي دابت جوه الجبنه والجبنه دابت جوه الطماطم. المكرونه هنا اتسلقت تلات ارباع سوا. بناخدها بنقلبها على بعضيها وبألف هنا وشفا زي ما هي كده، زي ما هي كده. فين مكانها يا عم الشيف؟ اللهم صل على النبي. شفت ازاي المكرونه؟ دي مكرونه. هنسلق المكرونه ونكمل حكايتنا بعد كده. معانا الطبق التاني اللي هو التاكو المكسيكي. نشوف مقاديره على الشاشه مع بعض مخرجنا الجميل. من ضمن المقادير خبز التاكو المكسيكي او العيش اللي انا عملته. معانا في المقادير، المقادير على الشاشة. تاكو مكسيكي، بنعمل التورتيلا أو بنعمل العيش بتاعنا الشامي. هنعمل ده وده عشان أسهل عليك الموضوع. معانا لحمة مفرومة، معانا جزر مبشور، معانا بيض مسلوق، ممكن نستخدم فاصوليا حمراء، ممكن نستخدم فول زي ما أنت حابة. تعالوا نشوف نعملها مع بعض إزاي. المقادير على الشاشة بسيطة وسهلة. عملت العيش ده إزاي يا عم الشيف؟ هنشرح كل حاجة دلوقتي وإحنا مع حضراتكم. حلو الكلام. ده التاكو المكسيكي. هنخليه كده. تسمحوا لي احط المكرونه دي في النار تتسلق اهي زي الفل مع شويه زيت. اكسب وقت. تطلع الطماطم والجبنه من الفرن مشويه، تلاقي المكرونه استوت. حلو. عملت انا شويه تاكو دلوقتي مع حضراتكم وانا شغال. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي؟ ده بديل لخبز التاكو، بيتحشي الحشوات اللي انت حباها، عامله زي السندوتش كده لطيفه اهو. دي افكار. احشيها بقى زي ما انت عايزه، لحمه مفرومه. ده عيش شامي. حلو الكلام. ومعانا خبز التاكو اهو، عيش شامي صغير بتجيبيه. مليت الطبق اهو زي الفل. خس، كابوتشا، والفاصوليا، والفول، والذره الصفراء. ده طبق. حلو الكلام. بتجيبي حاجات كده استلس او حاجات بسيطه وتعملي العيش ده بالشكل ده كده بطريقه حلوه. حلو الكلام. تعالوا نشوف ايه الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه قوالب الكب كيك عندنا. حلو الكلام. وعندنا خبز التورتيلا. بلاش تشتري ده غالي، انا بعد ما اشتريته غالي زعلت اهو. وهنعمل كده بالشكل ده كده.
دي واحده وندخلها الفرن تاخد شكل، نبقى احنا عملنا برضو ايه اشكال تانية واحنا مع بعض كده اهو. دي افكار الاولاد بيحبوا الحاجات دي على فكرة، كله خرجوا مع اصحابهم مثلا، راحوا مطعم بالصدفة شافوا دي صورة في قلب المنيو، هات لنا يا باشا واحدة من دي واتنين من دي، ده الطبيعي طبعا، هم مش خسرين حاجة، ماما اللي هتدفع وبابا اللي هيدفع، حلو، او هيدفع مصروفه برضو المصروف من بابي او مامي، خلي بالك اهو. فانت تعالي هيقول لك يا ماما والله اكلت حاجه في المطعم الفلاني بالشكل ده عايز زيها، فتبقى انت عندك الفكره بيها تعملها لهم زي الفل. كمان واحده، كمان واحده زي الفل اهو. الفرن عندنا درجه حرارته 180. دي افكار ما عندكيش، ده والتورتيلا الغالية دي بديل لها العيش الشامي اللطيف الحلو ده، أنا عملتها الفكرة اهي لطيفة وزي الفل. مخرجنا الجميل الله يوفقك ويوعدك بزيارة النبي، بتجيب الحاجة أي الحلاوة دي؟ إيه الصورة دي؟ أهي أهي زي ما هو من غير زيت ومن غير أي حاجة خالص، كأننا نحمص فوق خبز للفتوش أو نحمص خبز للفتة زي ما أنت عايزة أهو زي الفل. أهي خبزاية اهي، بنحط خس، بنحط لحمة مفرومة، أهي بنحط خس، بنحط لحمه مفرومه، بنحط ذره صفراء، بنحط فاصوليا حمراء، بنحط افوكادو، بنحط طماطم كل كاسيه زي ما انت عايزه، جزر مبشور، بيض مبشور ومحطوط، الصفار لوحده والبياض لوحده. السندوتش التاكو ده بيبقى في المطابخ المكسيكي او المطاعم المكسيكي لوحه فنيه كده بالخضار بتاعه واللحمه المفرومه، ولكن انا بسهل اجيب لك ده وده وانت وجيبك، ده غالي هتشتري تاني يا شيف؟ لا، هستخدم ده زي ما انا عايز حسب ما انت حابب. فخلونا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نكمل مع بعض حكايتنا مع المطبخ المكسيكي بافكار مصريه وبسيطه والذكاء المصري. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. أي مطبخ في العالم تحلمي بيه تشتاقيله وتشتهيه معاك الشيف المغازي، بيجيبه لغاية عندك على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية يا ست الكل، وانت قاعدة في الريف المصري، في الصعيد المصري، في كل مكان في الكرة الأرضية بنبسط لك الموضوع وتعمليه بأقل تكلفة. تاكل مكسيكي هنعمل له الحشوة بتاعته دلوقتي واحنا مع بعض، ولكن خطوات سير الحلقة بتاعتي ماشيه بالطريقه دي. المكرونه على النار بتستوي، الجبنه مع الطماطم في الفرن بتستوي، خلطه التاكو او حشوات التاكو او التوبنج بتاع التاكو مع بعض، لحمه مفرومه نبدا نعصجها مع بعض كده، معلقتين زيت زيتون، مكعب زبده، بصلايه ناعمه واحنا مع بعض اهو. انا عايز طبعا تاخد لون بسرعه، اقوم اعمل ايه يا عم الشيف؟ ادي البصل وادي التوم، لحمه مفرومه عاديه بتاعت الرقاق بتاعنا اهو، مكعب زبده ينزل بالبصليه الحلوه دي كده، الله اهو، اي عينيه اي عينيه. احط ايه بقى يا عم الشيف؟ شويه زعتر، ما اقولش اي عينيه خالص، والريحه الحلوه تبقى في المطبخ عندك زي الفل. اه خلاص الريحه تختلف هنا، مجرد ما حطيت الزعتر هنا وحطيت عود روزماري حلو، الحاجات اللي تحتفظ بيها في مطبخك دي لطيفه وجميله اهي. ده المطبخ، نقلب كده، الله، ننزل باللحمة المفرومة، يلا التومة، لا ريحة البصلة هنا حكاية مع الروزماري والزعتر، ما بقتش بصلة بقى، الواحد يقف جنب الطاسة وهو ولا يفكر في أي ريحة خالص. اه حتى ريحة ملابسك كنت تطلع من المطبخ ما يبقاش فيها بصل ولا توم. اه ننزل باللحمة المفرومة بتاعتنا، الله، دي لحمة باية عندنا من العيد والله، نفتح التلاجة لقينا فيها مفروم، الخير واجد، خير كتير. اه كلنا كده، تفتح الثلاجه هتلاقي فيها لحمه مفرومه، شويه لحمه، لفه لحمه لسه ما اتفتحتش. اه حلو، طلعي اللحمه المفرومه كده معاك بسرعه، تتعصق بالشكل ده كده،
بالملح والفلفل، ظبطيها يا ست الكل اهي. حلو قوي، مهم جدا تديها الطعم المكسيكي. المطبخ المكسيكي بيستخدم توابلنا، بيستخدم الكزبره، بيستخدم البقدونس، بيستخدم الكمون. اكتر حاجه فيه بيبقى سبايسي الفلفله الحلوه، الفلفله الملونه. وعندنا الفلفله الملونه دلوقتي زي الرز عند الفكهاني، ابي اصفر واحمر واخضر، وفي الوان موف كمان. الله، نعم حاضر ابن حلال والله. بص على الفرن، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. بص انت، بص انت، شوف الطماطم مع الجبنه عملت ايه. في عشق، مكرونه مع طماطم مع جبنه فيتا مع التوابل الجميله. الطماطم بتتشوي، عايزه تتشوي عشان اهرسها جوه الجبنه. دي مدرسه تانية، دي مش صلصه طماطم ولا كاتشب ولا حاجه، دي طماطم متقطعه طازه مع الجبنه. وطبعا التاكو بتاعنا والتورتيلا بتاعتنا بتتعمل ايه يا عم الشيف؟ بتتحمص في قلب الفرن. الله، عينيا. دي اللحمه اهيت. انا عارف انت ما شفتش اللحمه الاسبوع ده خالص. المخرج ده بيقول لي فين ده، انا بعد العيد ما شفتكش عملت لحمه حبيب ارتي. تعصك كده وتبقى فيها طعم الايه، توابل. وانا شغال بديها طبعا هنا بقى الفكره شويه ميه من اللي بتغلي عندي. يا ولد شفت المكرونه جاهزه، تفهمي تعملي ايه بقى يا ست الكل؟ تعملي الحركه دي كده، يبقى المصفى زي الفل. نطلعها كده هنا، اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، حلوه المكرونه بتاعتنا جاهزه. الله، شفت الحلاوه؟ بس دي مكرونه ساده ما فيهاش حاجه خالص. كل القصه انا عايز شويه ميه من هنا واسقطهم هنا بس خلاص. نقلب. ليه حطيت ميه يا شيف؟ عشان اللحمه تستوي، يعني دي مش هتخش النار، انا هكتفي بتعصيج اللحمه. هتقدر انك انت تغذيها بشويه ميه مغليين او شويه شوربه عشان تبقى جوسي كده وطريه زي الفل، ما تبقاش ناشفه في قلب الايه التاكو زي ما انا عملت كده دلوقتي. خدت الطعم، نبدا نديها شويه فلفل حلوه. اهم حاجه في سندوتشات التاكو انك تهتمي بتعصيج اللحمه، فلفله، بابريكا، فلفل اسود وملح، لان اللحمه دي هتتاكل زي ما هي كده كانك بتعملي سندوتش شاورما. ممكن على فكره تستخدمي لبنه في الحشوه او تستخدمي زبادي او القشطه الكريمي زي ما انت عايزه. انا بقول لك على الحاجات التكلفه، ولكن انا بعمله لك بطريقه بسيطه وسهله. لما ما تنفعش التوميه خالص، التوميه دي مع سندوتشات الشام الشاورما بيقولوا لي ينفع التوميه او المايونيز. لا خالص، اخواننا في المكسيك ما بيحبوش لا المايونيز ولا التوميه. استخدموا الجبن، جبنه الكريمي، القشطه الكريمي. حلو، اللحمه جاهزه زي الفل. اخواتها بقى كده تبرد معايا شويه، ما تنفعش اللحمه تنزل سخنه على السندوتش التاكو. معايا جزر مبشور. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اديني حته لحمه في رغيف. الله، ممكن تعملها سندوتشات لاولادك على فكره في العيش الشامي عادي خالص. ده فول، معلش عايز اضيف فول للسندوتشات ديت. انزل بالفول ده كده برضه، فول حب. بيستخدموه المكسيك في السندوتش. ممكن نستخدم الفاصوليا الحمراء والذره الصفراء. ممكن نستخدم كمان اهوت الافوكادو.
ده نعناع، شفت الشقاوة بقى؟ هي دي بقى ايه الخفة المصرية، ده الذكاء المصري. فول مع النعناع ونعناع مع الفول عشان ريحة الايه؟ التوم اللي انا هحطه على الفول دلوقتي. اللي عايز فول نحط له في السندوتش بتاعه، واللي مش عايز طبيعي كله مش هيعوز فول. يقول لك يا عم انا باكل فول كل يوم، انا عايز لحمة مفرومة. انا بكتر النعناع هنا عشان يبقى السندوتش مميز زي الفل. نقلب دول كده اهو، زيت زيتون حلو، شويه الكمون الحلوين اللي يشيلوا مشاكل الفول مع الكولون الناس اللي هتاكل الفول كمان كده جاهز اهو. حلو، تجيبي علبه فول بتصفيها من الميه بتاعتها، او علبه ذره صفراء بتصفيها من الميه بتاعتها، او علبه فاصوليا حمراء بتصفيها من الميه بتاعتها، زي ما انا شغال كده واحده واحده. انا بجهز الحشوات بتاعه التاكو. نعمل كذا حاجه، معانا بيض مسلوق، معانا جزر مبشور، معانا الفول جاهز. حلو قوي، نشيل كل ده بقى كده، خلصنا شغل. نعم عينيا، بص بص يا الحلا، وبص اهو شوف الطماطم وصلت لي فين اهي، جاهزه اهي كده. عينيا شوف الحلاوه دي كده، بص لي بقى كده المكرونه هنعمل فيها ايه. المكرونه كده عايز اقفل المكرونه دي عشان اخلص منها لو تسمحوا لي يعني قبل الفاصل. ناخد المكرونه بتاعتنا، بص على الحلاوه، بص ايه الجمال ده، ايه تشوف التفاصيل، شوف التفاصيل، فين الطماطم، فين الطماطم، الطماطم دي كانت من شويه لها شخصيه مهروسه هريسه جوه الجبن شوف الحلاوه الله، ريحه الروزماري، ريحه الزعتر تنزل بقى لمين؟ ست مكرونه. يلا لا مش هتخش النار بقى تاني، نار مين يا غالي، ربنا يكفينا شر النار. نقلب طبق مكرونه حكايه موسوعه جربيها بالله عليك، بتحبيني جربي الطبق ده كده وقولي رايك فيه ايه. جبنه القريش بتاعتنا بتاعت الريف المصري والصعيد المصري، هتفتفتيها تقطعيها مع طماطم مكعبات او طماطم كلكسيه، احنا بنتكلم بكل اللغات عشان الكل يفهمنا، ممكن حطينا عليها زعتر، حطينا عليها روزماري، حطينا عليها زيت زيتون، حطينا عليها توم، كل ده وبعدين ندخلها الفرن تتشوي مع الجبنه. بعد ما تستوي مع الجبنه وتتهرس كده بنضيف لها المكرونه الحلوه، وانا ماسك المكرونه اهوت بضيف ايه الكميه اللي انا عايزها عايزاها بقى كلها مكرونه حطي، انا بحبها دايما بتكون الجبنه والطماطم كتيره، انت العكس مفيش مشكله. هنغرف الطبق ده كده وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير عشان نشوف طبق مكرونه دلوقتي بسرعه، مخرجنا عايز ايه يشوف المكرونه عشان بخلصنا من حاجه ده مكان الطبق ده، اللهم صل على النبي. وحقوق الطبع لدينا وبس، بسم الله الرحمن الرحيم، ده سخن خلي بالك بص على الحلاوه، بص على الشقاوه مكرونه بجبنه الريف المصري الجميل والصعيد المصري، جبنه القريش بلاها موزاريلا غاليه، بلاها شيدر غاليه، بس تعمليها بنفس مدرسه المغازي الف هنا وشفا. خدوني فاصل يلا، ونرجع بعد الفاصل نشوف سندوتشات التاكو بخفه دم مصريه وبحشوات مصريه، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره، معانا التاكو بطريقتين، طريقه العيش الشامي الطريقه السهله البسيطه اللي تقدر كل ست بيت تعمله، متوفره مفيش مشكله، ولكن الفكره بسيطه انك بتعملها زي السندوتش كده وبعدين تدخلها الفرن هتاخد الشكل كانك بتحمري خبز الفتوش او خبز الفته. تانية اللي هي الغاليه شويه عملناهم شكل القرطاس كده او القمع وبقى معانا برضو اشكال تانية، ونحط الحشوات اللي احنا حابينها
ده الفكرة البسيطة السهلة. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. طبق التقديم اهوت معانا، ما تنسيش معانا بقى ايه شوية الخس الحلوين، كابوتشا يتفرموا بالسكينة ناعم كده، ممكن تحط جرجير، اه ممكن تحط فجل احمر عادي، الخس ده يتفرم كده بالسكينة عشان ده طبعا بنحطه مع الحشوة. حلو قوي، ادي الخس كده بيتحط في السندوتش ده كده طريه. شفت ازاي السندوتش؟ اه واكلت ولادك الاكلات اللي بيحبوها، اللي خرجوا بالصدفه مع اصحابهم. اه نعم زي ما انت عايز، تختار بقى فول، تختار لحمة مفرومة زي ما انت حابب. احنا ممكن نعمل حاجة حلوة قوي، خاص ده كده بنجيبه. انا بعلمك ازاي تعمل الاطباق اللي بتشوفيها بره في بعض المطاعم. معنا شويه جزر حلوين، شفت الجو ده؟ اه تاخد التاكو ده كده، اه ياخد الشكل ده كده. والله فكره يا عم الشيف، بس بلاش الغاليه دي، الحاجات الغاليه دي بلاش. انت علمتنا نعمل حاجه رخيصه. حلو، شيل دي من هنا بقى. معنا واحدة كمان عيد عشان الحبايب كلها تاكل. شفت الفكر ده؟ اه. ونجيب المعلقة ونجيب الحشوات بتاعتنا، لحمة مفرومة، جزر مبشور، ومعانا بيض بنبشره على الوش، حابة تحط جبنة أهلا وسهلا اختياري. اه. واحنا مع بعض واحدة واحدة. والله عايز واحدة باللحمة المفرومة، أهلا وسهلا. حلو أهوت. حلو. عايز واحدة بالفول، حط الفول. عايز واحدة بالذرة الصفرا، حط ذرة صفرا. حلو. حاجه كده مره في الاسبوع، ما بقولكيش كل يوم تعملي اللوغاريتمات دي، خلي بالك. اه ده جزر بتحط كده برزنتيشن. اه جيبوا لنا كريم شانتيه يا شباب عشان نعمل ايس كريم. حلو، معانا بيض مسلوق. شفت الفكره؟ اه ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ طبق. اه نعم، مش بتحب الصفار؟ ممكن تاخد البياض تبشره لوحده والصفار لوحده. حكاية الاسكالوب فينواز. اسكالوب الفينواز بيتعمل ايه؟ عينية اهو زي الفل. ده طبق نقدمه كده، ايه رأيك؟ اه يلا، ده على فين؟ ألف أنا وشيفة اللي ياكل، ده مكانه هنا. اه صوروا بقى. طبق تاني، حشوات مختلفة، لحمة مفرومة؟ اه. نحط اللحمة المفرومة بالشكل ده كده، اه. معاها شوية جزر. تحط. ده فول، نحط فول. اه. لقمة. اه. لحمة مفرومة، نحط لحمة مفرومة. هو دايما بيكون البيض او بشرة البيض على الوش او جبنة شيدر صفرا. ده لحمة مفرومة.
ابنك بقى زوجك العزيز هيقول لك والله في المطعم كلتها كان معاها سبايسي وكان معاها صوص. له حبيبي ده انا عامله لك بايدي، نظافه مش هتلاقيها بره، نقاوه مش هتلاقيها بره، امان مش هتلاقيه بره، في كل حاجه. فتديله مقومات انك انت ليكي بدايل تانية. ولكن البرزنتيشن بتاع المطاعم ده موجود، تقدري تعمليه في البيت بكل شطاره، مفيش اي مشكله خالص. ده الطبق التاني، نوسع كده نقدمه هنا كده برضو بحشوات مختلفة زي الفل اهو، لكن النظافة مطلوبة وانت واقف في المطبخ. تشتغل زي ما انا اشتغلت كده، بتجهزي حاجتك وبعدين تجهزي الحشوات كلها اللي انت حباها وتحطي اللي انت حباها. معنا جزر، نحط جزر اهو، ممكن تحط خس كمان زي ما حطيت في الاول، بس مش لازم في ديت، زي ما انت عايز. معانا البيض، ما انتش عايز الصفار، عامل دايت. ناخد البياض كده بالمبشره وينزل كده على وش الايه الحاجه دي كده اهو. الله، لطيفه، ها حاجه جديده. ايه المشكله لما يكون في ضيوف وعندك عزومه بتفاجئهم بالحاجات دي كده؟ اي نعم، ما يكونوش راحوا المكسيك قبل كده ولا سمعوا عنا. حلو، هيسألوك ايه ده؟ والله بتابع القناة الأولى الشيف المغازي، برنامج أكلة أمي، لقيته عمل الطبق ده مكلف ثلاثة تعريفة. كيس عيش شامي جبته من عند البقالة على الناصية، واللحمة المفرومة في التلاجة، كنت عاملة فطيرة ولا كنت عاملة رواية من يومين، والبيض المسلوق في التلاجة مش لاقي اللي ياكل، وعملت طبق شكله جديد. ايه رأيك في الكلام ده؟ وده اللي هياخد الحديث بتاع السفرة وحديث القعدة واتعمل ازاي، وهم المكسيك دول عايشين على ده عشان كده بيخترعوا الصواريخ وهكذا. حلو الكلام؟ تعالوا نشيل كل الحاجات دي بقى وتعالوا نعمل ايس كريم مع بعض. ايس كريم بالجزر، ده الابتكار، دي حقوق الطبع لدينا وبس. ايس كريم بالجزر ما سمعناش عنه قبل كده. ايس كريم مانجا سمعنا عنه، ايس كريم خوخ سمعنا عنه، ايس كريم شوكولا سمعنا عنه، ولكن بالجزر هنعمله ازاي؟ جزر معانا مسلوق ومر مع عمليه التبريد الحلوه، معانا ده وده وقبل وبعد، طبيعي النظافه طالما بتشتغل في حلو، ومعانا كمان يا عم الشيف حليب مركز وشويه جيلي ليمون او جيلاتين ليمون، وده موجود في اي سوبر ماركت. تعالوا نعمله مع بعض سريعا. والكاسات اللي احنا هنقدمه فيها، عايزة تقدمي معاه صوص فراولة اهلا وسهلا، بس ايس كريم الجزر ما يتقدمش معاه صوص شوكولا، ممكن يتقدم معاه صوص فراولة او فانيليا زي ما انت عايزة. سريعا كده بسرعة اهو، اهم حاجة عندك الكريم شانتيه بطعم الفانيليا جاهز، ده دايما موجود في الديب فريزر. حلو، سريعا كاسات التقديم. حلو، والدوره اللي بشتغل فيه معانا كل مره كانك شغاله في المطبخ عندك، مش بكلفك حاجه، كل يوم بتاكلي ايس كريم بطعم مختلف. كل الفواكه اعتقد عملناها، هنعمل كمان ايس كريم القرع العسلي، هنعمل ايس كريم البطاطا الحلوه، عشان اوريك ان الايس كريم هو اساسه كريم شانتيه وحليب مركز. واعملي اللي انت عايزاه بعد كده. شغال يا عم ولا لا؟ حلو قوي، تمام. معلقة ده الكريم شانتيه بتاعنا. الله، لما بلاقيه مجمد بتبسط. حلو، ده الأساس. ناخد الجزر الجميل الحلو ده كده اهو زي ما هو اهو، شفتي ده اهو، ده جزر اهو اهو، جزر اتسلى واتحط في الديب فريزر اهو. على فكرة ممكن تعملي سموز الجزر بالنعناع أو سموز الجزر بالبرتقال أهو، ده جزر أهو أهو، حلو أهو، جزر مسلوق مش اختراع ولا حاجة، جزر اللي بتحطيه مع البسلة في الأكلة بتاعتنا، مش جايبين جزر مستورد ولا لا، جزر عادي عند الراجل بتاع الفاكهة أو بتاع الخضار مش لاقي اللي ياخده أهو. وده إيه يا عم الشيف؟ ودي كريم شانتيه أهو في قلب الإيه؟ الكب.
هنغرق الحارة ايس كريم. سؤال حلو يا استاذ رحاب والله. واضح انك انت عايزه تشتغلي شيفة. بتقول لي نسلق الجزر بسكر ولا لا؟ طبعا بيتسلق من غير سكر. ده طبعا حليب مركز. حلو قوي. وتعالوا مع بعض واحده واحده كده بالراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو الله ينزل يعوم جوه. واحده واحده. هو كل القصه انك هتشتري الهاند بلندر ده بثلاثه تعريفه من مصروف البيت، هيساعدك كتير. ممكن تعمليه بالخلاط، بس بالخلاط مش هيبقى عملي زي ده. ده انت شايفاه قدام عينيك وهو بينضرب. شفت طلع معايا ازاي؟ طبعا معانا الاخراج الجميل والاساتذه المصورين حبايبي. طلع الايس كريم جزر. جزر. حقوق الطبع لدينا وبس، حقوق الطبع لدينا وبس. الله. هيخش الديب فريزر تاني شويه؟ ممكن يخش شويه عادي، ممكن تكتفي بالتبريد بتاع الجزر. جزر طالع من الديب فريزر مجمد. لفيتي بقى كل الماركات اللي في الدنيا اللي في العالم، لقيت حد بيبيع ايس كريم جزر؟ قولي لي كده على السوشيال ميديا لو في حد عمل الايس كريم جزر او عمل الجزر ايس كريم. بس خلاص. حلو قوي. شيل كل ده. عيني. حاضر والله هختم دلوقتي حالا. حالا. وهجري كمان. ده الجزر بتاعنا زي الفل. تمام. شيل دي كده من هنا عشان عايزينك تاني. ما نستعجلش. حدش يستعجلك يا اختي. هنغرف كده الايس كريم مع بعض. بسم الله الرحمن. انت عايز تشوف الاكل في الشكل في الاخر زي المانجا يا غاله، زي المانجا. واللون الاورنج ده على فكره بيفتح الشهيه. جربيه كده وقولي رايك فيه بالله عليك. ممكن تحط عصره ليمون مع الجزر وهو بيتسلق، هيديك اللون الكهرمانه بتاعه. ربنا مبارك. شفت هو ده. تخلي الديب فريزر شويه عادي. تقدمي معاه بسكوته حلوه. ماشي. الف انا وشيفها كده. انا خلصت الكاسه الكبيره دي بتاعتي. يبقى جربنا الايه؟ الايس كريم بالجزر. في واحد من الحبايب يعني بيسالنا على السوشيال ميديا، شيف مغازي، الافكار الحلوه اللي بتعملها لنا دي والابتكارات وحقوق الطبع لدينا، انت بتجرب الحاجه دي في البيت قبل ما بتيجي على الشاشه وتعملها لنا؟ لا والله. هو رزق من ربنا. مطبخنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه. قدرنا نخش مطابخ العالم ونجيب التاكو المكسيكي ساندوتش بتوبنج مختلف بحشوات مختلفه للاطفال الحلوين، وكده وفرت عليك انك تروحي مطبخ مكسيكي او مطعم مكسيكي تدفعي مبلغ وقدره. عملنا طبق مكرونه جامد جدا، ما تقوليش طلياني ولا مكسيكي. طبق المكرونه ده مصري بخفه دم مصريه، الطبق المفضل للشيف المغازي. جبنه قريش قطعناها مع طماطم طازه من عند الراجل بتاع الخضار، مع شويه ريحان شويه زعتر، دخلناها الفرن تشوت مع بعضيها، ضفنا عليها المكرونه المسلوقه بألف انا وشيف. عملنا ايس كريم الجزر اللطيف الجميل الحلو، والطعم مختلف مع تفاصيل صغيره ولكن طعم كبير وشكل جديد. رؤيه، فن، ابداع. بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.